How would you really enjoy spending your life? Better to have a short life than a long life spent in a miserable way. Bend your chest open so I can reach your heart. Oi, 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 das was has we wish had was it. Mam ba kunt tuad man dar mashon. Da ba gadi naftu le bash naftro. Kan ben bhal shi mshar mel bad lak askat. Oops. اخر تكسيله في هذا لوطي هذا اليوم هو اخرنا عندنا في هذا لوطي هذا الله الا كان بالمصر بالله ما عنديش مع انني نرجع كاسكيطا اللور مع ذلك رجعتها اللور هلا جود مورنينغ هاي جود دابا اخوتي غنمشيو نفطرو ندخلو نقادو فطورنا جود مورنينغ ار يو جود اوبس شوفو شكون كاين شوفو شكون كاين الحياه الحياه فين الحياه breakfast yeah good morning how are you good الحياه الفايق انتوما اخوتي الفطور انوجدوا الفطور ديالنا والخبز الخبز الخبز اول حاجه ندزوا الخبز نديروه يسخن ونديروا هكا نهزوا ربعه ماشي واحد ماشي جوج وماشي ثلاثه نعم ربعه يلا يلا فقنا ناشطين وغنهزوا البلا ديالنا دائما نفس العمليه هنا اللي ما ضروري ما هو الحياه ضروري خاصنا نهزوا الماء ما الا ما كانش الماء ما كاين والو ما هو اول حاجه خاصنا نسخنوا بها الا جيتي تشوف وإلا مشيتي ما تشوفش بسم الله تشوفوا واش كاين البيض ولا مازال ترى جوقه ديال البيض ها هو الخبز تحمر عايمشي فيها دابا جوج بيضات على الصباح ضروري فوالا كتسمعوا الصوت ديال الماء عرفتي دايرين هنا واحد النفرة صغيرة كتبقى تسمع هاد الصوت في الصباح وتلقى لك شويه المزيكا شويه الموسيقى كتفتح لك الشهية اليوم اخوتي عندنا الطريق ان شاء الله لواحد الجزيره جديده ما عرفتش كاع كي غتكون هاد الطريق هادي حيت ما عرفتش كاع صراحه شنو غنركبو اولا مازال ما عنديش شي فكره نورمالمون كيكبو يا اما الكار او التران او الطياره المهم اليوم غتعيشوا معنا واحد الطريق اللي غتكون عامره مغامرات ان شاء الله جزيره بيضاء معينه واحد الطريق اللي غتكون عامره ان شاء الله مغامرات وما عارفينش شنو غادي يكون فيها وما عارفينش كيفاش غادي نوصلوا اولا معاش غنوصلوا حيت غادي خصنا نركبو حتى واحد البلاصه اي ابخي نشدو باطو من ديك البلاصه My last day. Are we going to Kusamwe? Kusamwe? Yeah. Very nice. Yeah. Did they come back here? I don't know. Maybe after 2 months. So, goodbye. دابا راه كنوجعو مع خوتي كل واحد كان الناس اللي خدامين هنا كنقولو ليهم فاش كنتلاقاو معاهم كنقول ليهم بسلامة آخر نهار هذا. هانتوما هاد الطابلو هذا ما عمري وريتو لكم هذا فيه كاع الجنسيات اللي كانوا في هاد لوطيل هذا. جيرماني لا فرونس ايرلندا كندا كاع الجنسيات وبطبيعة الحال جيت ودت موروكو انا وزما كندوي حدا لنا واحد حيت زعما انا اللي كونتاكتيتهم وسميتي اللي كاينة تما داكشي علاش كتبو غير واحد. ما حسبوش زعما كندوي لي باقي ناعس لحد الان. غنمشيو نفيقو عندهم لي دي باردو ديالهم شتيهم بلاي جراوند هوستل جود وان جود هوستل حط لك الروايات هنايا والكتوبه الا بغيتي تقرا نيشي 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 ما عرفتش عمري وريتكم الفيم من الفوق هنايا ولا لا المهم هذه هي لا ريسبسيون هنا فين كاين المشروبات وكلشي كيعطيوك اي حاجه باغي تشربها احسن حاجه كضحكني هي هاد البيكاري اللي معلقه هنا شتوها اجيو معايا نفيقو الزما قندوح بزاف الله يلا بزاف 16 الاخر صافي والله حتى نعاود عليكم في سلو موشن وحق الله شوفوا كي دار اكل شيء نخرجوا عدة الشتا كتصب كتحدانا هاد الشتا هادي ضربتها بواحد النعسه خطيره بعدا واحد النعسه عالميه حتى دابا حتى العشيه هادي دابا غادي نمشيو نشدو الطريق ان شاء الله غتوحشوا هاد البلاصه صراحه هاد الناس اللي زوينين غتوحشوا الناس اللي فيها الناس اللي خدامين فيها البيرسونيل ديالها تقريبا كاع الناس اللي خدامين هنايا زوينين المعامله اللي زوينه بزاف الاستقبال اللي زوين بزاف تهلاو فينا ما قصروش نجدهم صراحه تعاملوا معنا مزيان شدوا لينا خاطرنا ما كايناش شي حاجه ديرونجاتنا هنا صراحه بالعكس الناس اللي زوينين بزاف واللي كنتمنى انني نعاود نرجع عندهم مره اخرى ان شاء الله علاش لا بحال ولو تقدر تكون ان شاء الله بوم 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 بوم
غادي نمشيو اخوتي نمشيو كنغنيو في هاد الديسكوتا. شوف الناس اللي كاينين هنا، شوف سي جي بالاخص سي جي اللي كنا عاشرناه اللي خرج معنا وفلوقه معنا وشحال من حاجه، سو ما تفرطوش فيه واخا ما نبقاش نتلاقى معاه، ولكن نقدروا نتلاقاو انا وياه في شي بلاد حيت هو باقي مسافر، سو نقدروا نتلاقاو انا وياه في شي بلاد شي مره. انستغرام ديالو عندي، الكونتاكت ديالو عندي، سو غنبقاو ديما انا وياه اون كونتاكت بحال والو، نقدروا نتلاقاو في شي بلاد. دونك ما تفرطوش فيه، اون فوا يحط شي فيديو جديد، اون فوا يحط اي حاجه جديده، شي فيديو جديد في لاشين ديالو عنده، تفرجوا فيه، حطوا لي كومونتير هاشتاغ فيصل فلوغ فاميلي باش يعرفكم ديما حاضرين معاه، باش يعرف المغاربه راه CJ, goodbye. See you in another country, okay? Yes, I'm gonna see you guys in Morocco next year. Yeah, we'll come anytime, bro. And you too. Ah, goodbye, bro. See you next time, bro. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you for anytime. Goodbye, CJ. Bro. Goodbye. Thank you. يلا اخوتي غادي نمشيو نشدو طريقنا ان شاء الله للستيشن، وعلى الستيشن اللي غادي كاينه غير هنا قريبه لينا شويه، مي غادي نمشيو نشدو ليها الطريق. علاش؟ حيت بوكيت غراب ولكن ما لقيتوش. برو جود باي، سي يو نيكست تايم، ثانك يو. غنمشيو اخوتي، بدات الشتا كتصب، نمشيو دغيا نشدو طاكسي في الطريق قبل ما تشدنا الشتا. علاش؟ حيت فاش دخلت لبوكي غراب لقيته بعيد على هنايا، ما كاينش سوغ، خصني نتسنى بزاف ديال الوقت. دابا حنا في الستيشن، عرفتوا واحد البلان تعلمته مع هاد المالين طاكسيات ديال تايلاند وبغيت نبارطاجيه معاكم. دابا فاش كنا حنا باغيين نجيو لهنايا، كنا بلي باكتاج ديالنا واقفين فوق الطريق وهذا، وكنتسناو في الطاكسي. فيما كدوز شي طاكسي كنشيرو ليها كنوقفوها. بسم الله، فاش كيشوفونا بالباكتاج ديالنا كيوقف مول الطاكسي، كنقولو ليه باغي نمشيو للمحطة، كيقول لينا 200 300 باط 400 باط، كل واحد شحال كيقول، ما كاينش شي حد قال لنا اقل من 200 باط. شنو درت؟ قلت له هيتم، بقى انت في بلاصتك بلي باكتاج بالباكاج كاملو، ومشيت انا بدلت البلاصه ووقفت بوحدي. عدت عليه شويه ووقفت الطاكسي الاولانيه، قلت ليها ستيشن، قال لي غنخدم لك الكونتور. الاولانيين ما كانوش باغيين يخدموا الكونتور، حيت الا خدمتي الكونتور غادي تخم عليك غير بشي 60 او 70 ماكسيموم 70، وداك الشيء باش تخمت علينا ب 70. الاخرين ما كيبغيوش يخدموا الكونتور. علاش؟ كيقولوا لك الثمن، كيشوفوا الباكتاج الباكاج وهذا، كيقولوا لك 200 300 400. انفو وقفته وقال لي اوكي غنخدم الكونتور، وانا نعيط على هيثم ومو الطاكسي ما تصرطاتش ليه، ما حملش راسو، بقى كيقول لي اوكي اوكي هضر بوحدو. ما ديتهاش شويه، خشيت الباكاج، دخلت سديت الباب ليه الطريق الستيشن. سو هاد ماين طاكسيات وحق الله الا خطر بالله، كيبغيو ينصبوا على عباد الله. كيما شفتوا في الفلوق اللي قبل، داك مول الطاكسي اللي كان باغي ينصب علينا باش قال لنا 200، وصدقنا وصلنا غير ب 80 ولا 87 ما عقلتش شي حاجه، كداو 80. anyway حنا دابا في الستيشن، وصلنا الستيشن، قطعنا التران من هنايا حتى البلاصه. سير وليد الله يسهل عليك، دوزي دوزي لنا شويه الطاسيج، ولكن ماشي مشكل، الله يسهل عليك، تولي انت هي الباترونه ديال هاد صحاب النظافه. قطعنا التيكي ديال التران 900 لواحد، حيت قطعنا التران من هنايا من بانكوك حتى لواحد البلاصه سميتها سوراتاي، كاينه شي 10 السوايع من هنا حتى لسوراتاي، ومن سوراتاي عاوتاني حتى الجزيره اللي غنمشيو ليها كاينه 32 كيلومتر غير في البحر. سو قطعنا لي تيكي كاملين، قطعنا التيكي من هنا حتى لسوراتاي، قطعنا حتى التيكي ديال الباطو من سوراتاي حتى لديك الجزيره، كاملهم قطعتهم في هاد الستيشن هادي باش نتهنى بلا ما نوصل تما وعاود نقلب عاوتاني على التيكي ديال الباطو. القضيه تقامت علينا ب 900 باط اللي هي تقريبا شي 250 درهم، فرق كبير ما بين لي ستيشن ديال كوريا ولي ستيشن ديال تايلاند. وحق الله كتحس براسك بحال راك في محطه ولاد زيان. شوفوا معايا الناس جالسين غير في الارض، بحال كتكون جاي من المستقبل ورجعتي للماضي. هادشي اللي وقع ليا دابا انا هنايا، عرفتي الناس كيبانوا لك مفرجين في الارض، ما مسوقين شفتي كور كتلقاهم مفرجين في الارض. عالم، هذه هي الحلاوه ديال السفر والتريب، هو انك كتولي ما مسوقش، كتولي عايش، فهمتي؟ حط الباكتاج ديالك تنعس في ستيشن، تحط الباكتاج ديالك تحط عليه راسك وتنعس، ما عندكش مشكل. هكا فلوغي زعما. شتو كيفاش كنقاد الباكتاج؟ بالعذاب بالكشايف اخوتي، والله الا بالكشايف. عرفتي فاش كتكون بحال هكا؟ العذاب اخوتي والله. غنمشي دابا ندخل للبلاصه اللي فيها التران. اوبس هو طاح ليا، حسيت كان كشمعه وشد المناضه بيدو، كاميرا بيدو، هادشي ثقيل وماشي مشكل. هانيه كلشي هون في سبيل لا فامي، تتسناو الفلوق اخوتي تقعات لي وما كاين مشكل. سير غنمشيو ندخلو لبلاصه التران اخوتي، باش حيت قربت الوقيته باش انفو يجي نركبو باش ما يمشيش علينا، حيت ما عارفش السيستم باش كيخدموا هاد الناس نهائيا. دايرين هاد الطابلو هذا كيشرح لك، كيعطيك السميه ديال التران اللي جاي والوقيته، البلاصه علاش غادي والوقيته فاش كاين. دونك مزيانة دابا البلان باش كيخدمو بدا كيبان ليا. مع ذلك باش نتأكد غادي خصني نجبد هاد لي تيكي هادو ونسول شي واحد من هادو اللي كاينين هنا. بحال قلتي لقيت اللي كاين في المطار، هنا كاينين السكات، بون السكات سعود، قلت لي خصك تمشي للسكات سعود، داكشي علاش غادي نمشيو كاملين للسكات سعود. هادي السكة 6، علاش ما يقلبوهاش تولي تسعود؟ بلا ما نمشي نضرب انا هاد الطريق كاملة. اوبس، ايه حنا طلعنا للقطار
القطار السريع. ما عرفت علاش سموه القطار السريع، هو كيتمشى جوج من الجناب. هو البلان كيداير تران لي واسع صراحه كبير، الكراسه ديالو واعره، تقدر تهبط دابا تحت وتنعس. هاد اللعيبات هادو ضروري باش انك تخطى زعما الا بغيتي تنعس. وهذا غادي نشدو الطريق ان شاء الله. عندنا تقريبا 12 ساعه. هاد التران هذا كيتمشى بجوج، كيتمشى جوج، ويدا الى كسيره كيتمشى بجوج فاصله واحد. شي داتا الجيم ديالو زعما فايدو. هاد اللعيبه هادي ما كيعرفوها الا الناس اللي تفرجوا في الفيديو ديالي انا وجدان في لاشين الثانيه اللي هي فيصل لوكتو، اللي غادي تلقاوها في الديسكريبشن. بطبيعه الحال اللي مازال ما تفرجش في الفيديو تدخل تفرج فيه. غنضرب لك واحد النعسه اللي زوينه بزاف ان شاء الله الا خلاني السيد اللي مورايا حيت كيبقى يحرك فواحد الميكا. بون الا خلاني عمي سكنا عمي سكنا غادي نعسو اخوتي، نضربوها بنعسه حتى نوصلوا ان شاء الله في الصباح. وما كاين ما يتصور صراحه في هذا الطريق، ما غاديش نعمل الفلوغ غير بالتران بالليل، ما كانت حتى حاجه تصور. غدا ان شاء الله نكمل الفلوغ فاش نوصلوا. عرفتوا واش شتري انا الطياره اخوتي؟ صباح على خير. اي عرفتوا ما نعستش هذه الليله نهائيا، مابقاش يديني النعاس، مع العلم انه فيا نعاس وباغي نعاس ومابغاش يديني النعاس نهائيا. كانت واحد الليله اللي صراحه بقيت كنتقلب فيها، ما دانيش النعاس نهائيا. anyway مابقاش لينا بزاف ديال الوقت باش اننا نوصلوا، بدات كتبان لينا الطبيعه اخوتي. مي البلاصه اللي غادي ليها تكون طبيعه ديال بصح داكشي ديال الله. حنا دابا عاد وصلنا سوراتاني. سوراتاني هذه واحد البلاصه منها كتقدر تمشي لكوساموي، سو من هنا كتقدر تركب الباطو حتى لكوساموي ولا كوبانغان ولا بزاف ديال الجزر كوتا وبزاف ديال الجزر. اجيو نشوفوا الحياه هنايا كي دايره اخوتي. شوفوا معايا على السما كي دايره، شوفوا السما شحال زرقاء. هذا البحر هذا هو اللي غادي ندوزو عليه. شوفوا شي جزر كاينين تمايا، بطبيعه الحال ماشي هذوك هما الجزر اللي غادي ليهم. الجزيره اللي غادي ليها كما كتبان لينا اخوتي 32 كيلومتر في البحر. شوفوا معايا السما اخوتي والبحر والتناسق ديال الالوان كي داير هذا الشيء زوين. مازال ما شفناش الحاجه اللي واعره، باقي غنمشيو لديك الجزيره وغتشوفوا احسن بحر في العالم. ما عرفتش غتكونوا كتسمعوني مزيان هنا ولا لا، وانما بغيت نصور لكم في هاد البلاصه هادي باش تشوفوا هاد المواج هادو اللي مورايا. حنا دابا شادين طريق لكوساموي، جزيره اللي زوينه بزاف صراحه، غادي نشوفوها وغادي نتعرفوا عليها. الله اللي واعر بزاف. عرفتي شوفوا البحر، شوفوا الماء كيبان في البحر خضر نقي ديال بصح. هاد الشيء غير من هنا، خلينا طلعنا الدرون غيبان لك داكشي واعر ديال بصح. شوفوني فين واقف اخوتي. اوه ما كنت صراحه نمشي نوقف ليه، ولكن ما غاديش يخليوني نهبط. شوفوا الجبال من هنا كيف كيبانوا، شوفوا شي حاجة اللي واعرة. طريق إلى كوساموي. خارجين على برا كيتصوروا كياخذوا دي سيلفي مع هذا البحر اللي واعر. هذا اللي زوين غادي ندوزوا لداخل تما نشوفوا كي داير البحر. سبحان الله العظيم هنا في تايلاند كيبانوا لك دوك الجبال اولا دوك الصخور اللي كيكونوا في وسط البحر، دايرين بحال دوك الصخور الجليديه، كتكون واحد الجبل واقف هكا بحال شي بودره ومحطوط في وسط البحر. عرفتي كيبان لك واحد الجبل اللي غريب اللي فريمون كتبقى تستغرب وكتبقى تشوف تقول سبحان الله. دابا جينا للمقدمه ديال الباطو. انا غنبغي نشوفوا هذه المقدمه ديال الباطو كي دايره. نمشيو عند الترابو ديال تايلاند. الترابو ديال تايلاند. كنتمنى انكم تكونوا كتسمعوني مزيان حيت الريح مجهد ديال بصح. فريمون احسن احساس هو انك تكون في ديك المقدمه ديال الباطو، ما كاين حتى حاجه اخرى قدام بحال هكا، ما كاين حتى حاجه قدام، كاين حتى هو البحر. كتشوف راسك انت غادي الى الامام، كتبان لك الجزيره هذه وكيبان لك راسك انت غادي ليها، ما كاينش شي واحد اخر قدامك ولا شي حاجه قدامك. فريمون هذا الاحساس اللي هو واعر بزاف صراحه. الله ريحه البحر والريح والجبال والطبيعه، شحال هادي ما شفت هادشي من الفلبين اخوتي، من الفلبين ما شفتش بحال هادشي. واو كنوعدكم غتشوفوا دي فلوغ اللي واعر بزاف ان شاء الله. هاي هلا واتس يور نام باي ذا واي؟ وارين. خاصني ندير الصمت ضروري حيت هادشي راه ماشي بحال المغرب اخوتي، واخا تركب طاكسي خاصك دير الصمت. Are you from Thailand? Yes, Thailand. Good, nice. I'm from Morocco. You know Morocco? I know. You know? Where is it Morocco? Yes. Where is it? I don't know. I'm not sure if you're going to be able to get the South Africa. Oh, you saw South Africa. South Africa, yes, front of Spain. You know Spain? سبين اي نو. Yeah, it's front of Spain. طريف هاد السيدة مسكينة، عرفتي كانت غادي تدينا ب 1000 وبقيت معاها بلا هضرة بلا هضرة بلا هضرة، تهبطت علينا حتى ل 600. قلت لها مرة أخرى فاش غادي نبغيو نرجعو ثاني باش نركبو الباطو غادي نصوني ليك ونشد عندك نمرتك ونصوني ليك وترجعينا. قالت لي أوكي ماشي مشكل. المهم واخا هكاك ظريفة زوينة، خاصك ديما تشطر لا مع الطاكسي لا مع أي واحد، حاجة واحدة اللي ما تشطرش فيها هي 7-11 ما يعقلش عليك. عيد ديال بصح تسخسيخ، راه من البارح حنا غاديين في الطريق، ما كاين لا نعاس ما نعاس حتى حاجة، تسخسيخ ديال بصح. يلاه نوصلو ونتلاقاو إن شاء الله.
اخوتي العشيه هذه وصلت بخير وعلى خير وبسلام وامان والحمد لله. الحاجه صراحه اللي تبدلات وتمنينا لو انها ما تبدلاتش وصلت عاوتاني لقيتها باش انني غادي نكمل هذا السفر بوحدي. هيثم شد الطريق وانا شدت الطريق، كل واحد فينا غادي يكمل في داكشي اللي كيبغي، كل واحد فينا غادي يكمل في داكشي اللي كيرتاح فيه يديرو. هذا هو السفر. السفر كتلاقى مع ناس كتعاش لهم كيولي انك خاصك تجي واحد الوقيته تفرق معاهم، سواء ولفتيهم او ما ولفتيهمش، وانما السفر هكا داير. كتلاقى مع ناس جداد كتعاش لهم واحد شويه كتفرق معاهم. دوزنا مع ايتامية مادي زوينه صراحه، كنتمنوا ليه التوفيق بون كوراج ليه واللي يوفقو في داكشي اللي باغي يوصل ليه. هذا هو السفر كما قلت لكم، واخا كتلاقى مع ناس كتولفهم وانما كيخصك ضروري تفرق معاهم. هادشي وقع لينا مع بزاف ديال الناس، حيت كل واحد في الاخر كيمشي على ود داكشي اللي باغي يحققو في حياته، على ود الهدف ديالو وداكشي اللي باغي يديرو. سو ماشي كاع الاراء كتكون بحال بحال، وماشي كاع الريوس كاع الافكار كيكونوا بحال بحال. كل واحد كيفكر في شكل، كل واحد باغي يدير شي حاجه في شكل، والله يوفق الجميع. هادشي اللي كاين. وصلنا هاد البلاصه هادي، هاد الجزيره هادي اللي سميتها كوساموي. قدامي كاين الريستورون اللي مسبونسوريزياني هاد الجزيره هادي. سو غدا ان شاء الله غادي نوريها لكم، غنبارطاجيها معكم. عطاوني الروم ديالي هنايا، غدا غادي نبارطاجيها معكم وغتشوفوها كي دايره. ما غاديش نوريها لكم اليوم، حتى غدا ان شاء الله. هاد ليسباس اللي كتشوفوا ديالها، الريستورون كتطلع على البحر، الروم ديالي كتطلع على البحر. غدا ان شاء الله غنبارطاجي معكم هادشي كامل في هاد الفلوق، وغادي نكتشفوا هاد الجزيره هادي، غادي نشوفوها كي دايره. واحد الجزيره اللي واعره بزاف صراحه، واحد البحر اللي الا طحت لك فيه درهم تلقاها. على ايقاعات هاد البحر هذا والصوت ديال هاد الامواج هادو غادي نقول لكم. كنتمنى الفلوق ديال اليوم يعجبكم، الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك تلا في وسكوراكم تما حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.